بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ نكمل مع بعض. وصلنا لغاية المرة دي هناخد حاجة اسمها الاوردرينج اوبريتورز. خلاص الاوردرينج اوبريتورز هناخد فيها مبدئيا الاوردر باي، وكمان هناخد فيها الاوردر باي ديسيندينج. تعالى على الفورم بتاعتنا، هنعمل اكزامبل جديد، كوبي من ده بيست اكزامبل 11 تمام. وهبدأ أقول الإكزامبل ده عايزين نعمل فيه حاجة بسيطة جدا، نأوردر الحاجة بتاعتنا var expression ده بيساوي، هقول له from c in the customers where in c dot country بتساوي countries dot Egypt. خلاص وقوم زود هنا قبل الوير اقول له order by، order by c dot name، هنرتبهم حسب الاسماء. وممكن اقول descending ترتيب تنازلي، وعايزك تسلكت ليا حاجتين النيو ايه هما، اقول له c dot name و سي دوت سيتي. خلاص وخلاص بالنسبة لي الجملة انتهت، اقدر دلوقتي الوب عليهم. فاقول له بس ايتم ان ايه ان الاكسبريشن بتاعي، وكل مرة اقول له ايتم دوت النيم الاسم، ما بين القوسين عايزك تعرض لي السيتي او المدينة. خلاص لو جربنا كده هنشوف الاسماء فعلا معمول لها descending order بناء على النيمو ولا لا. الان اس ثم الام، افترض M N O B Q R S، فعند الاسم المفروض كانت تبدأ بعدين، لكن عشان عاملين descending. طبعا انا بس اوضح ان دي اصلا مترجمة برضو للشكل الاساسي بتاعها مش بالـ L I N Q. كان مثال تاني نفس النتيجة، بس اساسا كانت المفروض بتعمل ازاي، بنعمل bar expression بيساوي برضه بقول له كاستمرز وماله دوت وير. خلاص السي ده الاوبجكت بتاعي، هقول له سي دوت الكانتري تكون بتساوي كانتريز دوت ايجيبت. خلاص وكنت هاجي اقول له دوت حاجه اسمها اوردر، في order by descending order by، وفي عندي order by ايه order by، لو قلت order by هيرتب عدد ascending، لكن order by descending هيرتب تنازلي. قلت order by descending انت عملنا السي ده الاوبجكت بتاعنا، قال لي ايوه، قلت له السي دوت عايز النيم، يبقى كده النيم هيشتغل عليه descending. وكنا بنقول دوت select هات لي بقى طبعا الاوبجكت بتاعنا سي، قال لي ماشي، قلت له انا عايز منه new list، الليست بتاعتي سي دوت نيم و سي دوت سيتي، واقفل الاقواس بتاعتي وسيمي كولون. وده كان الشكل الاساسي بتاعنا، او اصلا اللي هي الاي ان كيو بتترجم للمنظر ده للكوليكشن بالمنظر ده.
وادي ايه الكلير، واطبع لي النيم والسيتي نفس المثال، بس ده مش اللاين كيو، ده الشكل الاساسي لللاين كيو، كان اصلا في الاساس بيبقى كوليكشن بالشكل ده. فشوفنا كده الايه الاوردر باي وال او يعتبر كده احنا عرفنا الاوردر باي وعرفنا الاوردر ديسندنج بشكل عادي، كنا عملنا كده اكزامبل ده، فشوفنا برضو نفس الايه نفس النتيجه بتاعتنا. طيب في حاجه اسمها ذين باي وفي ذين باي ديسندنج، خلاص لو حبينا نبص على اكزامبل ليهم يبقى احنا بناخد دلوقتي على ناخد يعني حاجه اسمها ذين باي، انا عايز ارتب حاجات وجواهم ارتب بشكل تاني، يعني في عندي ذين باي ديسندنج برضو رتب عناصر ومن جواهم ارتب يعني عنصر مثلا ارتب بالنيم، وجوه الحرف الايه ارتب بقى السيتي بالتنازلي او التصاعدي الى اخره. ف ممكن اجي نوت كاكزامبل تاني، قوم قايل له var expression يساوي قلت له customers خلاص، قول دوت وير الشرط بتاعي على ان السي ده اوبجكت بتاعي، وهقول لك سي دوت كانتري بتساوي كانتريز دوت ايجيبت خلاص، وهقول له دوت اوردر باي ديسيندنج، قال لي قلت له السي اوبجكت و عايز من السي النيم، يبقى كده هيرتب تنازلي حسب النيم صح كده؟ وبعد ما يرتب تنازلي حسب النيم هقول له دوت سيلكت، انا عايز يعني بعد ما يعمل ديسيندنج للنيم عايزه مش عايز بقى سيلكت دوت ذيم باي، وبعد ما ترتب ديسيندنج بداخله السي الاوبجكت بتاعي ده عايزك ترتب لي بداخله السيتيز خلاص، الترتيب ده عندي اسندنج طبعا يعني ترتيب، لو كنت عملت زين باي عندي ممكن يكون زين باي ديسندنج يبقى كده ارتب تنازلي، لكن كده سبتها يبقى تصاعدي عادي زين باي، وبعد كده اقول دوت سيلكت السي عباره عن نيو سي دوت نيم و سي دوت سيتي، واقفل السيلكتات بتاعتي، وبكده اكون ايه يعني قدرت اعمل مع البيانات بشكل الذين باي، يعني بداخلها رتب السيتيز، وبكده طبعا ممكن اعرض الليست بتاعتي او النتيجه بتاعتي، معرفش في عندنا بيانات فعلا فيها السيتيز هتبقى فارقه ولا مش فارقه، لكن نجرب. الترتيب من جوه الترتيب ده بصراحه بيبقى عايز دماغ، يعني عملت كده سبور كايرو، ما عندناش اصلا الكايرو اكتوبر وهم هم البيانات اللي هنا هي اللي هنا، لكن لو كان عندي بقى يعني سبور وسبور تاني واحد بالسي واحد بالاي مثلا، فنلاقي بتاع الاي يطلع قبل مين؟ قبل بتاع السي في البلد، مع انهم مرتبين خلاص صح من بره، لكن من جواهم يترتبوا على حسب الايه؟ البلد يعني. طبعا ده كله عادي، لكن لو انا عايز اعملها بقى باللاين كيو بقى نفس الاوردر ديت بقى والاوردر باي دي، وتبقى كده طبعا بسهوله جدا. ناخد مثال كده على الترتيب جوه ترتيب بس اللاين كيو، طبعا انا بحب اقول اللاين كيو اقول اساسها ايه ماشي 14، واقول له هعمل var expression بيساوي قال لي قول، قلت له from customers خلاص او سي ان كاستمرز ماشي ندلعها الاول سي ان كاستمرز وير، قال لي وير ان السي، قلت له وير ان السي دوت كانتري هتكون بتساوي كانتريز دوت ايجيبت اي حاجه يعني، واقول اوردر باي سي دوت نيم ديسندنج
ده تنازلي، وجواها السي دوت سيتي، وده طبعا هيبقى تصاعدي. وفي الحاله دي اقول له سيلكت لي، هات لي التو كولومز اللي جايين لك دول. قال لي هم التو كولومز دول، قلت له الكولوم السي دوت نيم والسي دوت ايه دوت سيتي. ده كده طبعا الاين كيو، واقول له اطبع لي بقى الكلام اللذيذ ده بس بالترتيب دوت. طبعا السي نيم تنازلي وجواه السيتي تصاعدي. طبعا احنا ما عندناش مش فارقه في البيانات، لكن بنجرب بس الجمله بتاعتنا ازاي الترتيب من جوه بعضه. يعني لو جربنا كده الاكزامبل بتاعنا جاب لي نفس البيانات. خلاص حلو. عايزين نقول برضو لسه ما خلصناش في الاوردر بتاعنا، عايزين نقول ان احنا ممكن برضو نوردر حاجات. يعني احنا كنا عارفين الاوردر ده يعتبر نستد تيبل مع جدول الكاستمر، صح؟ لو احنا متخيلينها جداول يعني. فهقول له والله احنا ممكن نقدر برضو نوردر الحاجات الداخليه باللاين كيو على طول. لو دخلت كده على الاكزامبل بتاعنا وقلنا var والاكسبريشن اهو بيساوي طلب from c in the customers، خلاص مش عايز هو، انا عايز الداخلي جواه اللي هو جدول اوردرز. فاقول له from الاو ان السي دوت اوردرز، خلاص، واقول له اوردر باي الاو دوت مثلا، اوردر باي المانث مثلا بالشهر. وهقول له هنا سيلكت مين، سيلكت كله من الاوردرز، خلاص. يبقى سيلكت فروم من الكاستمرز قدرت اوصل للاوردرز، وقدرت اجيب كل البيانات اللي جوه الايه الاوردرز بتاعت الكاستمر ده، واقدر احط طبعا شروطي على الكاستمرز او على الاوردر. كده جبت كل البيانات اللي مسجله في الاوردرز دوت، واقدر دلوقتي اطبع برضو، بس طبعا مش هيبقى مش هطبع طبعا النيم والسيتي طبعا والايتم اكسبريشن، بس مش هقول له النيم. عندي حاجه مانس وعندي برودكت وعندي كوانتيتي، اقول له الكميه وعايزها شيبت ولا لا، واجرب كده اعمل رن. قلنا فروم سي ان كاستمرز، فروم الاو ان سي دوت اوردرز، واوردر باي المانس. كنا عايزين نعرض المانس طبعا عشان نشوف كده اهو، بس ما شفناش المانس يعني، فخلينا نعرض ليه، نعرض المانس عشان نقدر نشوف. يبقى بين القوسين ده المانس، خلاص. فلو دوسنا كده عرض لنا شهر 1 5 6 6 9 9، لو عملنا طبعا كلمة بعديها كتبنا السندنج، خلاص بقى بالعكس. عملنا رن، فطلعت 9 9 6 6 5 1 زي ما احنا شايفين كده، خلاص. كنا ممكن نعمل برضو زيها في الاساسي بتاعتي، في الاساسي بتاعي في الشكل الاساسي من غير اللاين كيو، كنا ممكن نقدر نعملها برضو بحاجة اسمها ريفيرس. اقوم جايب كده اكزامبل جديد، اقوم قايل له var expression مش car var بتساوي، اقول له من الكاستمرز بتاعتك، قال لي ماشي، قلت له دوت وير عندي شرط، قلت له السي هو اوبجكت هشتغل عليه، سي دوت كانتري هتكون كانتريز دوت ايجيبت، خلاص. وهقول له دوت اوردر باي ديسيندنج، السي الاوبجكت بتاعي هيبقى عايز منه السي نيم، خلاص. دوت زين باي، وبداخلها رتب، قال لي هرتب ايه، قلت له هترتب السي دوت سيتي، خلاص. واقول له عايز اسيلكت، قال اسيلكت ايه، قلت له اسيلكت نيو ايه هو، قلت له السي دوت نيم و السي دوت سيتي،
خلاص خلاص قفلت القوس ما اسكتش بقى. قوم قايل له دوت ريفيرز. ريفيرز يعني اقلبهم، جيبهم بالمقلوب خلاص كده، يعني جيبهم من العكس، جيبهم بالعكس خلاص. فكده الريفيرز ديت بيعكس الترتيب، بيعكس الترتيب خلاص. فانا دلوقتي لو جيت عملت رن دوس على الاكزامبل الجديد ده، ما جابليش بيانات احنا ما طبعناهاش، معلش طبعناهاش، فاقول له اطبع لي بس هنا بيطبع. عايزين النيمو سيتي، انا اجيب بقى من فوق كده، كنا مجهزين واحد بتاع النيمو سيتي ده، طبعت النيمو سيتي في الليسته، واخد منه كوبي عشان يفضي الليست، وبعد كده يلف عليهم ويطبع النيمو سيتي. ربنا جربنا كده طلع لي ادي مهيمن وسابور، مع ان المفترض انه كان بيطلع سابور ثم مهيمن، بس كلمه ريفيرز هنا عملت ايه؟ ريفيرز قلبت الايه؟ النتيجه خلاص، قلبت النتيجه. وكده اكون يعني بعد ما خدنا كمان ريفيرز، يبقى كده خدنا الاوردرنج اوبريتورز،